يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. دايما كالعادة أكيد عندنا أخبار عديدة بتخص الفريق الأول لكرة القدم واللي بيستعد لمباراة غاية في الأهمية أمام فريق تاونشيب البوتسواني في الجولة الرابعة من دوري المجموعات وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأيضا عندنا أخبار عديدة من سواء في الناحية المحلية أو أيضا في الناحية العالمية. لكن خلينا في البداية نبتدي بأخبار النادي الأول، النادي الأهلي طبعا الأول، ودي أهم أو ده أهم أخبار بالنسبة لنا خلال الفترة دي، وخصوصا أن الفريق زي ما احنا عارفين عنده مشوار أفريقي هام جدا. فزنا في المباراة اللي فاتت بنتيجة 3-0، نتيجة جيدة في ظل تواجد جهاز فني جديد بقيادة مستر باتريس كارترون ومعاه أيضا كابتن محمد يوسف، وايضا بدايه موسم واول مباراه لمستر باتريس كارترون، فبالتالي كان فوز مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. لكن الاهم خلاص ان احنا نبص لما هو قادم، المباراه القادمه هتكون مهمه جدا عشان نقدر ان شاء الله الفريق انه يضيف 3 نقاط، هتكون مهمه جدا لعدد النقاط المتواجد عند الفريق في هذه الفتره، 4 نقاط. النادي الاهلي بيحتل المركز الثاني، لو فاز في المباراه الجايه ان شاء الله على فريق تاونشيب المباراه صعبه مش سهله، يعني حتى لو امكانيات الفريق ده مش قويه قوي، لكن إن شاء الله النادي الأهلي لو قدر يفوز في هذه المباراة هيقطع شوط كبير جدا نحو التأهل لدور الثمانية من هذه البطولة الهامة والغالية جدا لكل جمهور النادي الأهلي. بقالنا فترة كبيرة ما نحققش البطولة دي، 5 سنين تقريبا آخر مرة النادي الأهلي فاز كان في 2013، فبالتالي إن شاء الله نتمنى أن الفريق يكون موفق في مباراة العودة والجولة الرابعة من دوري المجموعات ودور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. بالتالي استعدادات مستمرة، لكن النهاردة كان أجازة بالنسبة للفريق، 24 ساعة كانت راحة بعد مران الأمس، بالتالي الفريق إن شاء الله هيستأنف تدريباته غدا الساعة 6 مساء، بعديها مباشرة بعد التدريبات مباشرة هيكون في وجبة عشاء للفريق، وهيتوجه لمطار القاهرة الدولي عشان البعثة هتتحرك فجر يوم الثلاث ان شاء الله في رحله هتستغرق حوالي 9 ساعات ان شاء الله، من خلالها الفريق يوصل لبوتسوانا ويؤدي هذه المباراه الهامه. المباراه طبعا مقرر ليها يوم 28 يوليو من الشهر الجاري. ان شاء الله اكيد نتمنى ان النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، الفريق يقدر يؤدي اداء جيد، مباراه جيده، يفوز بـ3 نقاط، وخصوصا الهدف الاول او الهدف الاساسي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني هو تحقيق الـ3 نقاط والفوز دايما، ده اللي تعودنا عليه في النادي الاهلي، ان شاء الله يكونوا موفقين. نروح لخبر خاص بمستر باتريس كارترون، واللي يمكن صرح وقال مواجهه تاونشيب صعبه ونسعى لتكرار الفوز في بوتسوان. طبعا مستر باتريس كارترون البدايه بالنسبه له كانت موفقه جدا، حتى لو الاداء يمكن بالتحديد في الشوط الاول ما كانش جيد قوي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الشوط الثاني واضح ان الراجل عنده فكر كبير جدا، التغييرات بتاعته بدري شويه ومهم، وده شيء مهم جدا بالنسبه للفريق، يعني بيقرا الجيم بدري بيقدر يحط تعديلاته تغييراته اللي تقدر تدي افضليه للفريق في الشوط الثاني، ودايما زي ما احنا بنقول الشوط الاول بيبقى شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط المدربين، فبالتالي واضح ان الراجل عنده فكر تدريبي عالي جدا، وخصوصا ان احنا زي ما احنا عارفين طبعا السي في الحافل بالنسبه لمستر باتريس كارترون، حقق بطوله دوري ابطال افريقيا قبل كده مع فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، وايضا حقق كمان السوبر الافريقي ووصل للمركز الثالث وبطوله الامم الافريقيه مع منتخب مالي، وايضا شارك في كاس العالم للانديه، الراجل عنده خلفيه كبيره جدا بالصعوبات والمعوقات كمان الموجوده في قاره افريقيا، فبالتالي كان شيء مميز تواجد هذا المدرب مستر باتريس كارترون. ايضا صرح ان الهدف النادي الاهلي من خلال مباراه العوده هو اللعب على الفوز، ودي الثقافه اللي هو كان واخد انطباع من خلالها خلال الفترات السابقه كلها على النادي الاهلي، وده المعروف طبعا عن النادي الاهلي في جميع انحاء العالم ان الفريق بيلعب دايما على الفوز فقط لا غير، ده اللي تعودنا عليه من قبل النادي الاهلي، وده اللي قاله كمان مستر باتريس كارترون، وقال ان هو مبسوط بهذه الثقافه اللي بيؤمن بيها بشكل كبير جدا، قال ان اللاعبين جاهزين بشكل جيد لهذه المباراه، معروف جدا اهميه الـ3 نقاط دول هتقرب الفريق بشكل اكبر للصعود لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، واهميه ان شاء الله هذه البطوله بالنسبه لهم
ده التصريح اللي قاله مستر باتريس كارتي رون المدير الفني للنادي الاهلي، وقال ان احنا بناخد المباراه او كل مباراه على حده، ومن خلال ان شاء الله التركيز والجديه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي يقدر الفريق ان هو يحقق الهدف الاساسي بالنسبه له الاول اللي هو التاهل لدور الثمانيه، ومن ثم ان شاء الله الفريق يقدر يوصل لابعد مدى في هذه البطوله وبتحديد المباراه النهائيه. السنة اللي فاتت ما كانش فيه توفيق ان الفريق يفوز في المباراة النهائية امام فريق الوداد، وظروف يمكن كلنا عارفينها كانت صعبة بالنسبة للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون التوفيق يحالف الفريق هذا الموسم، ويقدر ان شاء الله النادي الاهلي يحقق بطولة دوري ابطال افريقيا والنجمة التاسعة على التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي ان شاء الله يكون من خلال هذه البطولة. نتمنى لهم كل التوفيق. نروح لخبر اخر وفي نفس السياق، يمكن الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره قال ان الوقت ما زال مبكرا لاستكمال القائمه الافريقيه. الناس كلها دلوقتي بتتكلم عن مين اللي هيقيد في القائمه الافريقيه. احنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي كان عنده اربع اماكن فاضيين في القائمه دي، سجل خلاص او ايد كل من مؤمن زكريا وسليف كلوبالي المدافع الجديد في النادي الاهلي، خلاص دول اتايدوا ولعبوا المباراه كمان اللي فاتت امام فريق تاونشيب. بالتالي ناقص مكانين بالنسبه للنادي الاهلي. الجهاز الفني لسه بيدرس الموقف، بيشوف مين الافضل، مين اللي هيفيده اكتر خلال الفتره المقبله، مين اللي هيكون اضافه للفريق ويحقق الاهداف المطلوبه بالنسبه للنادي الاهلي. اي لاعب متواجد في النادي الاهلي حاليا عارف الاهداف كويس جدا، وعارف اللي مطلوب منه ايه خلال البطولات اللي بيشارك فيها، ودايما المطلوب هو الهدف رقم واحد بالنسبه للفريق هو الفوز باي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي. لكن ما بالك بقى بطوله دوري ابطال افريقيا، وبطوله وحشه جدا جمهور النادي الاهلي. فبالتالي الجهاز الفني بيعكف على دراسه الاسماء اللي ممكن تكون اضافه لبعض المراكز بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله بالتحديد في هذه البطوله. ما فيش استعجال زي ما بيقول الكابتن محمد يوسف، لسه عندنا وقت. القائمه الافريقيه تغلق يوم 4 اغسطس ان شاء الله، يعني احنا لسه قدامنا فتره على القائمه الافريقيه، يعني حوالي 10 ايام ولا اسبوعين ان شاء الله النادي الاهلي يقدر خلالهم او الجهاز الفني يقدر من خلال الايام دي ان هو يحدد ويقرر مين اللي هيكون او الاسمين بالتحديد اللي هيكونوا اضافه للقائمه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي عشان تغلق تماما القائمه بتواجد 30 لاعب في القائمه الافريقيه. طبعا منهم بعض اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش متواجدين الفتره دي مع النادي الاهلي او الفتره الجايه بالتحديد. بالنسبه للصفقات، يعني ناس كتير بتتكلم الاهلي ليه تاخر في اعلان الصفقات، ليه ما جابش صفقات جديده. يعني ممكن يكون من احد الاسباب اللي مخليه الجهاز الفني يعني ما خدش قرار سريع في قيد اللاعبين في القائمه الافريقيه هو بعض المفاوضات اللي بتجرى في الفتره دي مع بعض اللاعبين، علشان في حاله نجاحها ممكن لاعب او اثنين لو نجحت المفاوضات بشكل طبيعي يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي، بالتالي يتم قيدهم في القائمه الافريقيه. والجهاز الفني بيدور على لاعبين في المراكز اللي هو محتاج فيها لاعبين، يعني مش بنجيب طبعا زي ما احنا معتادين في النادي الاهلي لاعبين بشكل عشوائي، لا، دايما بيشوف الجهاز الفني الافضل والانسب والمراكز اللي فيها نقص، وبيتم من خلالها التعاقدات واختيار اللاعبين اللي يكونوا اضافه ان شاء الله للفريق خلال الفتره المقبله. بالتالي من الوارد ان يكون في صفقه او اثنين ان شاء الله خلال الفتره الجايه. الامور يعني ماشيه في صعوبات شويه اكيد في المفاوضات، وده شيء طبيعي جدا، لكن في حاله عدم اتمام صفقات هيكون في اسمين من القائمه المتواجده حاليا مع النادي الاهلي هيتم قيدهم في القائمه الافريقيه. ويمكن بنسبه كبيره الجهاز الفني يعني مستقر بنسبه 90 او 95% على الاسمين دول في حاله عدم التعاقد مع لاعبين جدد. فبالتالي يعني ما فيش قلق من هذه الجزئيه، ان شاء الله كل العناصر المتواجده في النادي الاهلي حاليا قادره بشكل كبير جدا على المنافسه بكل قوه في بطوله دوري ابطال افريقيا وتحقيق هذا اللقب الهام جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. وزي ما قال الكابتن محمد يوسف ان الفريق خلاص او الجهاز الفني بالتحديد هيقرر خلال الفتره المقبله من غير استعجال مين اللي هيكون مقيد في القائمه الافريقيه، ناقص لاعبين ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في اختيار الانسب للتواجد مع النادي الاهلي في بطوله أن نتنازل عن حلم التتويج الأفريقي. كابتن محمد الشناوي طبعا أحد الحراس المميزين جدا، واللي يمكن ظهر بشكل جيد كمان في كأس العالم مؤخرا مع منتخب مصر، وأدى مباراة أوروجواي ولعب ماتشين. المباراة الأولى كانت أوروجواي وأداها بشكل جيد جدا، وأيضا مباراة روسيا. محمد الشناوي أحد اللاعبين أو أحد الحراس المميزين واللي بيصنفوا طبعا دلوقتي كأفضل حراس المرمى في مصر وأكيد في أفريقيا كمان، لأنه حارس جيد جدا. قال إن إحنا عندنا هدف واحد بس
وهو تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام فريق تاونشيب. قال إن المباراة هتكون صعبة، الفريق ممكن يعني إن احنا نعاني شوية في هذه المباراة، ممكن حسب أرضية الملعب المناخ هيكون عامل إزاي هناك في بوتسوانا. فبالتالي هو قال إن في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي في هذه المباراة، وقال إن الكفة هتكون أرجح بالنسبة للنادي الأهلي، وده بحكم الخبرات الكبيرة المتواجدة في صفوف الفريق خلال الفترة دي، تتمثل في الشناوي، إكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان، لاعبين كتير جدا، سعد سمير، سالف كولوبالي لاعب عنده خبرات وحقق البطوله دي مع مانزيمبي قبل كده، فبالتالي الخبرات كلها موجوده، محمد نجيب ايضا خبرات كلها موجوده بالنسبه للفريق علشان يقدروا يتخطوا هذه العقبه ويقطعوا شوط كبير جدا نحو التاهل لدور الثمانيه. ده كان كلام محمد الشناوي، قال ان الهدف الاساسي بالنسبه لنا هو الوصول للنقطه رقم 9 ايضا، او عفوا النقطه رقم 7 بالنسبه للفريق ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال المباراه القادمه في الجوله الرابعه امام فريق تاونشيب. قال ايضا ان المباراه دي هتكون استعداد قوي لبدايه الموسم امام فريق الاسماعيلي، زي ما احنا عارفين النادي الاهلي هيلاعب الاسماعيلي في اول مباراه من الموسم الجديد 2018-2019 من بطوله الدوري. المباراه هتكون يوم 2/8، بدايه قويه جدا مع الاسماعيلي، بعديها ماتش كمان المصري، هتبقى بدايه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لو قدر الفريق يعدي الماتشين دول بست نقاط يبقى بدري بدري كده ان شاء الله النادي الاهلي ايه كالعاده وزي ما احنا متعودين بينافس على بطوله الدوري، او يعني ان شاء الله يقدر يمشي بشكل كويس. زي ما احنا عارفين بدايات دايما بتبقى الدفعه القويه بالنسبه لاي فريق بيسعى كالعاده، وزي ما احنا متعودين في النادي ان الاهلي دايما بيسعى الفوز باي لقب بيكون متواجد فيه. فبالتالي ان شاء الله بدايات مهمه، بدايه الموسم جيده من خلال مباراه تاونشيب، لكن ان شاء الله استمراريه هذه البدايه من خلال مباراه تاونشيب وايضا مباراتي الاسماعيلي والمصري في بطوله الدوري هتكون شيء جيد جدا للنادي الاهلي لو قدر ان هو يفوز في هذه المباريات كلها، وده شيء متوقع ان شاء الله نتمنى باذن الله من كل اللاعبين والجهاز الفني خلال الفتره المقبله، ونتمنى كمان بالتحديد لمحمد الشناوي كل التوفيق في هذه الفتره. بما اننا بنتكلم عن مباراه تاونشيب، فبالتالي بنتكلم على الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق، واللي بيقوم بمجهودات كبيره جدا 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 علشان يهيئ كل الظروف وكل الجوانب بالنسبه للفريق قبل مباراه تاونشيب ومباراه العوده في بوتسوانا. طبعا كابتن سمير عدلي عارفين ان هو يعني هيستقبل البعثه هناك بعد ما يسافر قبليهم ب 48 ساعه، بيتم التنسيق بالنسبه له مع سفاره مصر في جنوب افريقيا علشان ما فيش تمثيل دبلوماسي لمصر في بوتسوانا، فبيتم التنسيق من خلال سفاره مصر في جنوب افريقيا، والتنسيق خاص بكل ما يخص فندق الاقامه، ملاعب التدريب، او اساليب التنقل بالنسبه لفريق النادي الاهلي من الفندق لاماكن التدريب وايضا لملعب المباراه. كل دي اشياء بيتم التنسيق ليها. كابتن سمير عدلي ايضا يعني قال ان فريق تاونشيب الفوتسواني اشاد جدا بالاستقبال اللي استقبله النادي الاهلي ليهم، وقال ان هم كمان هيحاولوا يزيلوا او يشيلوا كل العقبات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي في مباراه تاونشيب في بوتسوانا. طبعا ده شيء جيد جدا. ايضا كابتن سمير عدلي هيقدم تقرير شامل لكابتن محمد يوسف مدير الكره ومدرب العام بخصوص ملاعب التدريب وفندق الاقامه وكل ما يخص الفريق ان شاء الله هناك في بوتسوانا. يعني زي ما قلنا الرحله هتستغرق حوالي من 9 ل 10 ساعات، وده شيء او حاجه قدر يعملها كابتن سمير عدلي. يعني عايز اقول لكم ان فريق تاونشيب لما رجع من مصر هنا لبوتسوانا خد حوالي 19 ساعه من خلال 2 ترانزيت. كابتن سمير عدلي قدر ان هو يقلل عدد ساعات السفر بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وده شيء مهم جدا تجنبا للاجهاد، فبقى في ترانزيت واحد بس في اثيوبيا، وبعدين ان شاء الله مباشره من اثيوبيا لبوتسوانا. الرحله هتستغرق حوالي 9 او 10 ساعات بالنسبه للفريق، ان شاء الله تكون رحله موفقه بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا في نفس السياق علشان يتم يعني النجاح او يتم اذلال كل العقبات من امام النادي الاهلي، ايضا النادي الاهلي بيصطحب الشيف الدالي في رحله بوتسوانا. الشيف محمد الدالي طبعا دايما بيبقى متواجد في الرحلات الخاصه بالنادي الاهلي في افريقيا، وخصوصا ان احنا عارفين هناك الطعام والامكانيات والمكونات كمان الخاصه بالفريق واللي معتاد عليها ممكن ما تكونش متوفره، فبالتالي الشيف محمد الدالي هيشيل كل العقبات دي ان شاء الله بالنسبه للفريق.
نروح لخبر اخر وهو احد لاعبي النادي الاهلي وبالتحديد رامي ربيعه. زي ما احنا عارفين رامي ربيعه احد اللاعبين المميزين جدا في النادي الاهلي، سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر. حظه يمكن وحش شويه، اصابات يمكن جات له على فترات يمكن مهمه جدا بالنسبه له، سواء المشاركه مع النادي الاهلي في بعض المناسبات، المشاركه مع منتخب مصر كمان في بعض المناسبات الهامه، ويمكن اهمها بطوله الامم الافريقيه وايضا بطوله كاس العالم. رامي ربيعه احد العناصر الاساسيه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. فبالتالي هو زي ما احنا قلنا رجع من المانيا خلاص يوم الجمعه اللي فاتت، كان بيطمن على حالته. لكن خلينا يعني نشوف الصوره بشكل اوضح ونقرب من الحدث بشكل اكبر، وناخد على الهاتف رامي ربيعه. يا رامي مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ طمنا عليك وطمن كل جمهور النادي الاهلي، الاصابه اخبارها ايه؟ وحشتنا جدا اكيد، وحشت كل جمهور النادي الاهلي يا رامي. الحمد لله والله يا امير كله بخير الحمد لله. والفتره الاخيره دي طمنت على نفسي. كنت محتاج ان انا اطمن بصراحه الفتره اللي فاتت عشان ابقى واقف على رجل صلبه، يعني بحيث ان انا لما ابدا ارجع تاني ارجع وانا مش خايف، يعني او انا خايف ان في بقى يحصل حاجه زياده. بس الحمد لله الدكتور هناك طمني. هبتدي معاهم التمرينات ان شاء الله، بس التمرينات طبعا فرديه. تمام. تأهيل يعني من البدايه خالص، وابتدي ان شاء الله ادوس على رجلي باذن الله، والامور تبقى ماشيه بشكل احسن الفتره الجايه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رامي. طب يمكن يعني البعض اتكلم بسبب فتره الغياب الكبيره والمده الكبيره تتعالج فيها يا رامي، قالوا ان الاصابه تجددت بالنسبه لرامي ربيعه. انت عارف الاشاعات عندنا هنا دايما بتطلع اول باول، فانت ترد على الاشاعات دي تقول ايه؟ زي ما انت بتقول والله الدنيا بايظه في الاعلام شويه عندنا، ما بيقدروش يتاكدوا من الخبر قوي. هو البعض بس توقع قال ان الاصابه ممكن تكون رجعت لرامي عشان مده كبيره شويه. احنا عارفين ان اخر ماتش لعب رامي ربيعه ماتش الزمالك لما كسبنا 3-0 مع نهايه الدور الاول. فالوقت يمكن كبير شويه، انت عندك قطع في العضله الضمه، ده طبيعي بياخد وقت كبير جدا، وايضا كان بعض عندك بعض الالام في الحوض. هو بالظبط يا امير، بس الناس لو عندها في الثقافه الاعلاميه عندهم خبره في الرياضه العالميه والرياضه المحليه شويه وفي الاصابات والحاجات دي من غير ما يفتوا، هيفهموا ان الاصابه دي ماكسيمم تاخد سنه. يعني في لعيبه كثيره خدت روبن عمل فيها عمليه وقعد سنه ما تعالجش منها لسه، يعني لسه خدت منها من حوالي مثلا انا بتعالج مع مولر وولفرد من بتاع منتخب المانيا وباير ماسك الاثنين. فيعني الاصابه الطبيعيه بتاعت المده الطبيعيه بتاعت الاصابه دي تاخد سنه، لان انت المحور الاساسي بتاعت الرجل بتاع لعيب الكوره هي عظمه العانه. يعني انت بتشوط بتباصي بالظبط، الحركات كلها بتيجي من المنشا العضله دي. تمام. فهي عضله كمان يعني زي ما بيقولوا كده مستخبيه شويه، هي بتاخد فتره طويله عشان تلحم وعشان الموضوع يبقى في عظم وفي عضلات وفي جزء صغير، مش مثلا على عضله طويله. بالظبط. في عضله قصيره وصغيره. لا وبعدين قطع كمان مش شد ولا حاجه، ده قطع يعني. ده قطع في العضله وغير الالتهابات اللي في العظم اللي جت. بالظبط. هي حاجتين في حاجه، فهي محتاجه تاخد وقت. انت عشان عندك جهل شويه في الحته الثقافه الكرويه والثقافه الطبيه، فما حدش بيقول لك بقى بطل كوره ومش هبطل كوره وخلاص يعني. فكلام جهل، ده جهل. ده انا مريت بيه كتير، يعني انا مريت بالكلام ده كتير. بكتر اصاباتي ركبه يقول لك هيبطل بسبب الركبه، طب دلوقتي مش ركبه، هيقول لك هيبطل بسبب ظهر، دلوقتي مش ظهره. فانت عارف، فالمواضيع دي بقت باخدها وبضحك، اللي هو هبطل طب خلاص انا مبطل الاسبوع الجاي. المواضيع دي بقت بالنسبه لي فور فان، يعني مش باخدها على اعصابي قوي، لان هم انا اعذرتهم لان في جهل شويه في الناحيه الطبيه، فما بيسالوش قبل ما يكتب. انت بتسال فهتعرف، انما في ناس ما بتسالش فمش هتعرف، فبيكتب اللي في دماغه. فانا بقيت اتضايق، هبطل، ماشي هبطل خلاص. بقى لما بطل بس الفكره يعني. بس الحمد لله خلاص اهو، واحده واحده ان شاء الله، وهرجع مع الفرقه ان شاء الله. عندهم تمرين بكره، هم طبعا هيسافروا ربنا يكرمهم ان شاء الله في المباراه هناك. وابتدي انا بقى اتاهل مع كابتن طارق عبد العزيز، مؤهل اخصائي الاحمال التاهيل، اخصائي التاهيل تأهيل بالظبط كده، وابتدي اشتغل معاه واحده واحده لغايه ما ادوس مع الفرقه ان شاء الله. ان شاء الله يا رامي. طب الدكتور هناك في المانيا طمنك، قال لك ممكن مثلا خلال فتره قد ايه تقدر تعود للتدريبات الجماعيه في النادي الاهلي؟
للاسف ملهاش تحديد، لان انت بتتوقف على حاله اللعيب، تختلف من لعيب للتاني او لجسم للتاني. ايوه يعني انت ممكن يجي لك انت غضروف في ركبتك تقعد فيه اقل مني، تقبلك للعلاج اسرع مني، فدي بتختلف. فهي مش محتاجه عمليه ولا محتاجه اي حاجه، الموضوع بسيط بس محتاج وقت، محتاج فترة. وانت مش مستعجل، وده شيء مهم جدا يا رامي برضو، ان انت مش مستعجل على العوده عشان ان شاء الله تبقى سليم 100%. بالظبط. والنادي كتر خيره بصراحه اداني فترتي اللي هي ان انا اخد راحتي خالص، بحيث ان انا ابقى معلش بريشر ان انا ارجع. بالظبط. لا خد وقتك، واحنا عايزينك ترجع ومستنيينك، والراجل اتكلم معايا باسلوب احترافي، وانا وهو وكابتن محمد يوسف، وانا متقبل القرار بتاعهم لان انا اعذرهم، يعني طبيعي انا هشغل مكان في القايمه. بالظبط. وانا مش جاهز او مستلم يعني دلوقتي. بالظبط. تمام. تمام. طيب يا رامي، انت اكيد زعلت ان مثلا الاصابه دي عطلتك عن بعض المناسبات الكبيره جدا، زي مثلا بطوله الامم الافريقيه قبل كده كانت اصابه مختلفه، لكن ما كنتش موجود مع المنتخب، ايضا بطوله كمان كاس العالم، ودي البطوله الاهم بالنسبه لاي لعيب في العالم. زعلت شويه ان الاصابه عطلتك عن المشاركه في هذه البطولات؟ طبعا يا امير، يعني ده كل ده سي في محترم للعيب. انا مثلا كنت هبقى سن صغير، وكنت هبقى اكتر لعيب دخل بطولات، يعني بالزبط. انا داخل كاس عالم الانديه، لعبت كاس عالم الانديه، لعبت كاس عالم شباب، خدت كاس امم افريقيا شباب، لعبت كاس امم افريقيا تاني مع الاكبر مني، فاهم؟ فكان هيبقى فاضل اولمبياد، كنت برضه المفروض العبها، بس حصل برضه مشكله في ظهري، وادي بطوله افريقيا، وادي كاس عالم كبير، فهبقى كنت اصغر لعيب مثلا دخل بطولات كتيره، فاهم؟ بالظبط. فالحمد لله دي كلها سي في، بس اهو ربنا عايز كده، قدر الله ما شاء فعل. كله خير ان شاء الله. رامي، طب عايزين نتكلم معاك عن النادي الاهلي بتحديد، والفريق الفتره دي واللي مقبل على تحديات كبيره جدا في الموسم الجديد، شكل المنافسه بشكل عام في الموسم الجاي، سواء في بطوله الدوري او البطولات المحليه بشكل عام، وايضا بالتحديد كمان يا رامي بطوله دوري ابطال افريقيا، بقالنا كتير جدا ما حققناش البطوله دي، شايف شكل المنافسه ازاي؟ خلينا نبتدي ببطوله دوري ابطال افريقيا ومباراه تاونشيب، شايف الفتره الجايه دي ازاي بالنسبه للفريق؟ هي بدايه بصراحه مع الراجل برضو بدايه موفقه، يعني اتمنى ان هي تكمل على خير ان شاء الله، ويبقى مزيد من الحماس برضو والاداء. طبعا اول مباراه طبعا ما فيش حد يقدر يقيم فيها، لان انت محتاج الفوز برضو، لان موقفك كان صعب. بالظبط. بس الحمد لله انت قدرت تعدي من المرحله دي، وان شاء الله هناك يبدا يثبت بقى الاداء، ويثبت الروح، وتثبت النتيجه ان شاء الله، وتبقى واقف على رجل صلبه باذن الله في المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لبطوله افريقيا، يعني انا اتمنى ان احنا زي ما انت قلت ان النادي الاهلي كتير قوي عليه ان هو يقعد كده، وان شاء الله ده مش حاجه صعبه على النادي الاهلي، بالعكس احنا ان شاء الله نبدا نرجع، يعني السنه اللي فاتت كنا قريبين قوي ان احنا ناخدها. بالظبط. بس وصلنا للنهائي للاسف، بس يعني دي الكوره، فاهم؟ بس يعني اهو ادينا هنحاول السنه دي برضو تاني ان شاء الله، وهنفضل وراها، وباذن الله يعني ما فيش غيرك انت، يعني في مصر او في ان انت موجود في البطوله العربيه دي، البطوله الافريقيه، فدي حاجه تحسب لك برضو للنادي الاهلي، بس ان شاء الله ناخدها بقى باذن الله. ان شاء الله. بالنسبه للبطولات او بطوله الدوري بالتحديد، يمكن زي ما احنا عارفين بعض الفرق دعمت صفوفها بشكل قوي جدا، المنافسه هتكون شايفها ازاي؟ وزي ما احنا عارفين متعودين يا رامي دايما الهدف الاول بالنسبه للنادي الاهلي هو الفوز باي بطوله بيشارك فيها. بالظبط. المنافسه برضو زي اي دوري، برضو زي كل سنه. طبعا المنافسه شريفه بين الفرق كلها، وانا شايف ان هي كل ما المنافسه بتزيد، كل ما النادي الاهلي بيحس ان هو بيفوق اكتر، لان النادي الاهلي بيحب يبقى فيه منافسين اكتر. بالظبط. لان لما بيبقى فيه منافس النادي الاهلي بيظهر، لو مفيش منافس تلاقي الماتش انت كلاعب كوره جوه الملعب بتحس ان انت امتى الماتش ده هيخلص. ممل. ما بيبقاش فيه روح، ما بيبقاش فيه ند. انما طبعا لما بيبقى فيه منافسه بيبقى فيه حاجه كويسه، وبيبقى فيه اداء كويس، وشخصيه النادي الاهلي بتبان، وانت عارف شخصيه النادي الاهلي يعني احتراما برضو لكل الفرق طبعا، بتفوق اي حد، يعني الروح والحماس والقوه واللياقه والتركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه، فالحاجات دي كلها بتميز شخصيه النادي الاهلي. فايا كان ان الفرق بتزود او بتجيب صفقات او حاجه، ف لا احنا مركزين في شغلنا، واحنا ماشيين في طريقنا، اللي يزود ده حلو، ده حلو للدوري المصري، ده حلو لينا، ده حلو بيخلق دوافع اكتر ليكوا كمان، يعني بالظبط كده. فبيبقى للمشاهد حتى بيبقى
مبسوط ان هو مستني ماتش مثلا ايا كان اي بالظبط بالظبط الفرقه، بس منتظر الماتش ده. فدي بتبقى حاجه حلوه للدوري المصري. طيب رامي فرصه وانت معايا، بما انك لعيب دولي كبير طبعا ولعبت مع منتخب مصر كتير وشاركت في تصفيات المنتخب، تصفيات التاهل لكاس العالم، رؤيتك ووجهه نظرك في الاخفاق في بطوله كاس العالم، مش بس اخفاق لكن الاداء كمان كان سيء جدا يا رامي، شايف الاسباب ايه من وجهه نظرك؟ بص يا امير، الاسباب يعني انت حققت حاجه عمرك ما حققتها بقالك مثلا فتره كبيره جدا. بالظبط. يعني الحياه بتتاخد ستيب باي ستيب، مفيش حاجه بتتاخد قفش او مفيش حاجه بتتاخد على طول. الناس طبيعي ان حاجه كويسه ان كان عندها امل في اللعيبه وعندها امل في المنتخب، ده طبيعي جدا، ده طبيعي، وبالذات لما عملوا اداء كويس قوي في اول مباراه فبقت الناس حاطه امل كبير اكتر من الاول، اللي هو احنا يعني خسرنا بالعافيه من اقوى فرقه في المجموعه، يبقى هنعمل ايه مع الفرقتين التانيين؟ بس الكوره ما بتتقاس كده يا امير، يعني احنا كلاعبي الكوره ما بتتقاس خالص ان هو انت خسرت من اقوى فرقه فانت الفرقه الثانيه هتبقى بالنسبه لك سهله، لا، الكوره بتخاف من الاسهل على عكس الصعب، فاهم؟ يعني الاسهل دايما بيبقى اصعب، لان انت بتبقى ممكن تكون مش مجهز له قوي، بس انا شايف ان الاخفاق يعني برضه انت ما عندكش خبره كاس العالم، ما عندكش خبره، ما في في انت عندك منتخب المانيا كان واخد كاس عالم بالظبط وخرج من الدور الاول السنه اللي قبلها وخرج من الدور الاول وكانت مجموعته مش تقيله. لا بس خليني اقول لك يا رامي، يعني ان حتى لو احنا خرجنا من الدور الاول ده شيء يعني طبيعي، مش حاجه صعبه على الجمهور المصري، لكن 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 كان المهم بالنسبه للجمهور المصري هو الاداء بس يا رامي، فاهم قصدي؟ ما الاداء ده بص يعني لعيب الكوره معروف ان هو على حسب حالته، وللاسف يعني في معظم يعني حالتهم ساعتها كانت كلهم يعني ما فيش حد كان ظاهر قوي بحيث ان يبقى في فرق، بس انا شايف ان حاله منتخب كان مش هو اللي احنا متعودين عليه، فهي غصب عن الكوره انا ممكن ابقى فايق جدا في ماتشات كثيره تلاقيني حظي وحش والنفسيه وحشه او اسلوبي وحش، فبتبقى بتقفل من الماتشات كلها او حظك الريتم بتاعك بينزل، فالريتم بتاعك اوريدي بيبقى نازل، فهم ممكن يكون ده البدء يعني اليوم الوحش بالنسبه لهم هو ده، يعني ده بالنسبه لي. تمام. طيب رامي قبل ما اختم معاك، عايز منك بس رساله لكل جمهور النادي الاهلي اللي اكيد منتظر عودتك ان شاء الله وشفائك سريعا عشان تكون اضافه للفريق. يعني هي رساله واحده بس انا نفسي الناس تفهمها، يعني او هم الناس هيفهموها اكيد، لان الاعلام ضاغط على الحوار، اي اصابه بتصابها ان هي مزمنه مزمنه، انا بس الناس تفهم ان مفيش حاجه مزمنه، لو مزمنه كان زمان النادي الاهلي مشاني من خمس ست سنين بالظبط بالظبط مبدئيا، يعني فالناس تفهم وتعرف ان الخبر ده غلط او صح او حاجه، يعني النادي الاهلي مش هيبقى ساكت على لعيب عنده حاجه مزمنه، يعني ده من الاخر اكيد طبعا شيء مؤكد ان تكاثر النادي الاهلي صفر، ما عندهمش اي نوع من انواع الخبره، فاهم؟ كده يعني الناس لازم تسمع كويس، تفهم ان الاعلام يعني في طبعا اعلام محترم وفي اعلام يعني يتشال فوق الراس وفي اعلام صعب، يعني صعب في حاجات تتصدق، فهي الناس طبعا غصب عنها ان هي بتقرا حاجات ومش كل حاجه لازم تتكتب عليا انا لازم ارد، فاهم؟ يعني احنا واخدين تعليمات ان مش اي حاجه تطلع تترد عليها، فانا ببقى فاهم ببقى نفسي ارد وفي نفس الوقت لا خليني ساكت، فالناس بتعرف السكوت ده علامة الرضا، اللي هو انا ساكت فخلاص هم كلامهم. لا بس انت خلاص رديت من خلالنا النهارده، يعني شيء كان مهم جدا ان انت توضح كل الامور دي لكل الجمهور يعني يا رامي. بالظبط يا امير، فهو ما انت مش طول الوقت انت هتطلع توضح، فاهم؟ بالظبط. لان انت واخد من قرارات من النادي ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش توضح، ما ينفعش تتكلم، طول عمر سياسه النادي الاهلي معروفه بده. بالظبط. ان احنا اللي بنشتغل بس، فاللي بيتكلم بيتكلم واللي بيعمل بيعمل، بس ان شاء الله رجوعي قريب باذن الله. ان شاء الله. يعني هدوس على نفسي. واحاول اعمل كل اللي مقفوله يعني اكون مع الفرقه واشارك معاهم في البطولات الجايه باذن الله، واتمنى لهم التوفيق في كل افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك رامي، شكرا جزيلا. طبعا كان معانا رامي ربيع احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، ويمكن طمنا بشكل كبير جدا عن حالته بعد الاصابه، ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا وهو خلاص في المراحل النهائيه من الشفاء من هذه الاصابه عشان يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي بعد ما يخلص كل المراحل التاهيليه، ومن ثم ان شاء الله يشارك في المباريات الرسميه مع الفريق، علشان زي ما احنا عارفين رامي طبعا دايما اضافه كبيره جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وبالنسبه كمان لمنتخب مصر، لعيب جيد وعنده روح كمان قتاليه كبيره جدا داخل الملعب، نتمنى له كل الشفاء والتوفيق خلال الفترة المقبلة رامي ربيع.
كان شيء مهم جدا ان احنا نشوف اخبار رامي ربيعه ايه وطمنا بشكل كبير. خلينا نروح بقى لاخبار اخرى. خلصنا كل اخبار النادي الاهلي ونروح نتكلم بقى عن اخبار المنتخب المصري. زي ما احنا عارفين مستر هيكتور كوبر خلاص مشي من تدريب المنتخب بعد حوالي 3 سنين او 3 سنين وشويه. فبالتالي الفتره دي اتحاد الكوره بيدور على مدرب يكون مناسب وملائم للمرحله المقبله لطموحات بالتحديد طموحات الجماهير المصريه. فبالتالي الاتحاد المصري في الفتره دي بيعكف على اختيار المدرب الانسب. لكن خليني اقول لكم ان الفتره دي المفاوضات يعني اوشكت على الانتهاء مع وحيد خليلوزيتش علشان يخلف مستر هيكتور كوبر في قياده المنتخب المصري الاول. المفاوضات ماشيه مع الراجل بشكل جيد جدا. يوم الاثنين ان شاء الله بالكثير لو تم الموافقه على العرض المالي اللي اداه اتحاد الكوره للبوسني وحيد خليلوزيتش هيتم الاعلان رسميا على انه هيكون المدير الفني لمنتخب مصر. خطوه مميزه، مدرب مميز. خليني اقول لكم بالمناسبه كمان السي في بتاع الراجل ده، الراجل ده يمكن مسك منتخبات جيده جدا وشارك في كاس العالم يمكن مرتين كمان كمدرب. هيكون اضافه كبيره جدا للمنتخب المصري علشان عنده سي في كويس جدا. وحيد خليلوزيتش ابتدى مسيرته التدريبيه في البوسنه عام 1990 ل 1992، من 90 ل 92 مسك فريق فيلز موستار من البوسنه والهرسك، بعديها مسك فريق بيوفا الفرنسي من 93 ل 94، بعد كده مسك الرجاء المغربي من 97 ل 98، ومن 98 ل 2002 مسك فريق ليل الفرنسي، ايضا مسك فريق رين الفرنسي من 2002 ل 2003، باريس سان جيرمان، ترابزون سبورت، منتخب ساحل العاج من 2008 ل 2010، ودينامو زغرب الكرواتي من 2010 ل 2011. وبعد كده كان في فتره نجاح كبيره جدا مع منتخب الجزائري من 2011 ل 2014، وكان ابرزها التالق في كاس العالم في البرازيل، وايضا مسك مؤخرا منتخب اليابان. الراجل ده حقق انجازات كبيره جدا، كان ابرزها الفوز مع فريق الرجاء المغربي في او بي بطوله دوري ابطال افريقيا سنه 97، ده كان انجاز كبير جدا. قدر كمان ان هو يقود فريق ليل الفرنسي من الدرجه الثانيه للدرجة الأولى، وكمان احتل معاهم المركز الثالث في خلال 3 سنوات، وحقق كمان بطولة كأس فرنسا مع فريق باريس سان جيرمان، ده كان في 2004. وصل بقى لنهائيات كأس العالم، وده المهم بالنسبة لنا، سواء مع منتخب كوت ديفوار في 2010 وكانت البطولة في جنوب أفريقيا، أو كمان مع منتخب الجزائري وصل معاهم لدور ال 16 كان في كأس العالم 2014 في الف. فبالتالي الراجل علي، الراجل عنده خبره كبيره جدا بالامور الافريقيه وبكل المواجهات في افريقيا والمعوقات اللي ممكن تواجهه خلال التصفيات كمان بالتحديد. عنده هدف كمان اساسي هو الوصول لكاس العالم، زي ما هو الراجل متعود. قاد منتخب كوت ديفوار ادى باداء جيد في 2010، نفس الحال مع منتخب الجزائر، شفنا الجزائر خرجت بصعوبه من المانيا في 2014 في دور ال 16، كان بهدف في الوقت الاضافي اعتقد في هذا الوقت احرز الهدف ده شورلي احد نجوم منتخب المانيا وبورسيا دورتموند. فبالتالي وحيد خليلوزيتش المفاوضات معاه اوشكت على الانتهاء بنسبه كبيره، ان شاء الله ممكن يكون قرب، يعني بنسبه 90% ممكن يكون قرب ان هو يكون المدير الفني لمنتخب مصر. خلينا اقول لكم المفاوضات يمكن ماشيه ازاي. اتحاد الكره كان محدد 120 الف دولار كحد اقصى للتعاقد مع مدرب جديد لمنتخب مصر، يعني 120 الف دولار في الشهر الاتحاد بس هيدفعهم، و30 الف دولار هتدفعهم الشركه الرعايه، يعني المجموع كله 150 الف دولار لأي مدرب هيكون متواجد في القيادة الفنية لمنتخب مصر. الخلاف على هذه الجزئية، يمكن وحيد خليلوزيتش طلب 180 ألف دولار شهريا، في مفاوضات على الراتب دلوقتي، لسه دي أول نقطة خلاف. النقطة الثانية إن الراجل طالب معاه 3 مساعدين، اتحاد الكرة شايف إن 3 مساعدين كتير جدا، لأن كل مساعد هيبقى عايز عربية وعايز منزل مناسب ليه، فالتكلفة هتبقى عالية لاتحاد الكرة، فبيحاولوا يتفاوضوا معاه إن هو على الأقل يبقى فيه 2 مساعدين بس. كلها أمور تفاوضية، يعني إن شاء الله ممكن خلال أيام تنجح هذه المفاوضات، ونتمنى كده لانه مدرب جيد جدا وخطوه موفقه جدا من الاتحاد المصري لكره القدم. نتمنى ان شاء الله ان المفاوضات تكلل بالنجاح ويكون وحيد خليلوزيتش المدرب البوسني هو المدير الفني للمنتخب المصري الاول، وان شاء الله يبتدي بقى مرحله جديده جدا مع المنتخب سواء من حيث النتائج والاداء كمان. كل الجماهير المصريه نفسها تشوف اداء حلو جدا من منتخب مصر ويحقق الاهداف كمان المهمه وهي بطوله الامم الافريقيه، وكمان الاستمرار في التاهل لبطوله كاس العالم، وده اكيد حلم مهم جدا بالنسبه لنا كلنا.
نروح لخبر اخر وخاص ايضا باتحاد الكره اللي وافق على اشراك 4 اجانب مع انديتهم دون اي قيود. يعني زي ما احنا عارفين السنه اللي فاتت كان مسموح بس للانديه ان هم يتعاقدوا مع 4 اجانب، لكن 3 بس اللي يلعبوا بشكل اساسي في الملعب، او 3 بس اللي يكونوا متواجدين في قائمه ال 18 كمان الخاصه بالمباراه. السنه دي بقى خلاص اتحاد الكره قال ال4 اجانب ممكن يكونوا متواجدين في السكور شيت قائمه ال 18 الخاصه بالمباراه، وايضا كمان ممكن يشاركوا في ارضيه الملعب في توقيت واحد. يعني خبر يعني يعتبر جيد، خصوصا ان طبعا الانديه بتتكلف مبالغ كبيره جدا عشان تتعاقد مع لاعبين اجانب، فمش من المنطقي خالص ان انا اجيب لعيب اجنبي واقعده ما يلعبش عشان انا مقيد بتواجد 3 لاعبين بس في ارضيه الملعب. فبالتالي خطوه مهمه ومميزه كمان بالنسبه لكل الانديه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. ايضا الاتحاد يمكن خلاص النهارده الصبح كان في اجتماع مع الوفد السعودي للاتفاق على مباراتي السوبر المصري السعودي، واحنا زي ما احنا عارفين الفتره الجايه هترجع هذه البطوله بعد ما كانت متواجده في فترات سابقه قبل كده، وكانت دايما بتبقى مباريات مهمه ومثيره جدا وكانت بتشد كل الجمهور العربي بس مش بس الجمهور المصري والسعودي. فبالتالي النهارده كان اجتماع بمقر الاتحاد المصري لكره القدم، وكان في الوفد من الاتحاد السعودي مع الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد، وكمان بحضور اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره، وذلك للتنسيق بشان اقامه مباراتي السوبر المصري السعودي. يمكن قالوا ان هيتم خلاص مخاطبه كل من الاهلي والزمالك. طبعا المباريات دي هتكون ايه؟ في مباراه اولى هتبقى ما بين بطلي الكاس اللي هم الزمالك والاتحاد السعودي، بطلي الكاس هنا وهنا، وايضا مباراه ثانيه هتكون ما بين الهلال والاهلي اللي هم بطلي الدوري في مصر والسعوديه. المواعيد المحددة أو المقترحة يوم 6 نوفمبر اللي هي هتكون مباراة الزمالك والاتحاد، ويوم 8 نوفمبر اللي هي هتكون مباراة الأهلي والهلال، دي هتكون في الرياض، ومباراة الزمالك والاتحاد هتكون في القاهرة. دي مواعيد مقترحة لسه هيتم إرسال هذه المواعيد لناديي الأهلي والزمالك عشان يتم الاستقرار بشكل نهائي على مواعيد هذه البطولات أو السوبر المصري السعودي بالتحديد. فبالتالي ان شاء الله خلال الفتره الجايه هيتم تحديد هذا الموعد. لكن هو في نقطه بس، ان يوم او بالتحديد مباراه الاهلي والهلال، الاهلي ان شاء الله في حاله تاهله لنهائي دوري ابطال افريقيا هيكون عنده تقريبا مباراه يوم 11 نوفمبر او حاجه زي كده، يعني في الحته دي يعني 10 11 12. فبالتالي صعب جدا يكون في مباراه يوم 8، مباراه سوبر مصري سعودي، مباراه بطوله. فيعني اعتقد هيتم تعديل هذا الموعد احتياطيا، وان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا. فبالتالي الجزئية دي خلاص إن شاء الله هتحدد خلال الفترة القادمة. نروح لأخبار الألعاب الأخرى في النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع الأمريكي كوينتون دوجيت لدعم فريق السلة. زي ما احنا عارفين فريق السلة دايما بيبقى مسموح له من ضمن 15 لاعب اللي بيبقوا متواجدين في القائمة بتاعته ان هو يتعاقد مع لاعب أجنبي. الفترة اللي فاتت كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سلة الرجال بالنادي الأهلي كان بيحاول او كان بيدرس بعض السير الذاتية وبعض اسماء لاعبي كره السله المحترفين عشان يكونوا اضافه للفريق خلال الموسم الجديد والتحديات والمنافسات اللي هياخدها فريق كره السله الرجال بالنادي الاهلي. تم في النهايه الاستقرار على كوينتون دوجيت، وهو ده لاعب امريكي، لاعب جيد بيمتاز كمان في انه بيلعب في مركزين، مركز 4 و5، وده اللي محتاجه الكابتن طارق خيري في الموسم الجديد. فخلاص النادي الاهلي اعلن عن التعاقد مع هذا اللاعب، لاعب مميز ان شاء الله يكون اضافه للفريق. ان شاء الله اللاعب ده هيوصل مع مطلع شهر سبتمبر القادم للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد. وايضا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي تعاقد مع رامي جنيدي وحاتم البحيري ومصطفى مشعل واحمد برغوتا القادم من الاتحاد السكندري. فبالتالي في تدعيمات قويه جدا، وده يمكن اللي قاله كمان كابتن طارق خيري، قال ان هو درس جيدا جدا الامكانيات الخاصه بهذا اللاعب، وقال ان احنا اخترناه بعنايه شديده، خصوصا ان احنا مش مسموح لنا غير ان احنا نتعاقد مع لعيب واحد بس. وقال ان الراجل ده بيقدر يجيب يعني بيسجل نقاط تتراوح كل مباراه ما بين 30 ل 40 نقطه، وده عدد كبير جدا وشيء جيد جدا، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي. ولعب كمان في العديد من الدوريات القويه سواء البحرين او العراق وفيتنام وغيرها من الدوريات. فبالتالي ان شاء الله نتمنى ان هو يكون اضافه لسله النادي الاهلي. نروح ايضا لخبر اخر، ورسميا دي بعض طبعا الاخبار العالميه خلاص، رسميا المغرب تستضيف السوبر الاسباني. السوبر الاسباني هيكون ما بين اشبيليه وبرشلونه ان شاء الله. ده السوبر
لسه مكملين معاكم بعض الاخبار الهامه اللي بتخص النادي الاهلي، وزي ما احنا عارفين دايما اسم النادي الاهلي بيجيب الانتصارات في مختلف الالعاب، فبالتالي خلينا نتكلم عن لعبه التنس الارضي في النادي الاهلي ونتائج مميزه بتحققها هذه اللعبه وبيحققها كل اللاعبين المتواجدين في التنس الارضي في النادي الاهلي. خليني اقول لكم ان احمد منير طه لاعب النادي قدر انه يفوز بالمركز الاول في الاسبوع الاول من بطوله التنس المفتوحه بالنادي الاهلي، واللي بتقام فعالياتها كمان في مقر النادي بالشيخ زايد. طه قدر انه يحقق المركز الاول بعد ما قدم عروضا قويه جدا ونجح في التغلب على اشرف فتحي السيد لاعب نادي المعادي ليتوج بالمركز الاول. وفي بطولة الأمن المركزي حققت روان شريف لاعبة النادي المركز الأول في منافسات 16 سنة في البطولة بعد أداء مميز للغاية، وكمان نور هشام لاعبة الأهلي حصلت على المركز الثالث في منافسات مرحلة 14 سنة ببطولة السلمانية. التنس في النادي الاهلي مميز جدا يا جماعه، وفي عندنا لاعبات ولاعبين جيدين جدا وبيحققوا القاب ومراكز كويسه جدا في البطولات اللي بيشاركوا فيها. لسه مكملين مع التنس، والاهلي واصل الاعداد لبطوله النادي المفتوحه للتنس، يعني بيواصل جهاز التنس الارضي بالنادي الاهلي الاعداد لبطوله الاهلي المفتوحه بفرع النادي بمدينه نصر من اجل خروج البطوله بصوره مشرفه من كافه النواحي. البطوله دي هتقام امتى؟ هتقام من يوم 2 ليوم 19 اغسطس بمشاركه العديد من اللاعبين من مختلف الانديه وبمختلف الفئات العمريه. المكتب التنفيذي في النادي كان وافق على قبول عرض من احدى الشركات او شركات التجاره الدوليه لرعايه البطوله الى جانب رعايتها لبطوله النادي المفتوحه في فرع الشيخ زايد، والتي تنتهي فعاليتها في 29 يوليو الجاري. ايضا ندى جمال قدرت ان هي تفوز ببطوله سبورتنج للتنس. دانا جمال مش ندى، عفوا دانا جمال قدرت ان هي تفوز ببطوله سبورتنج للتنس. دي دانا جمال ابو حباجه، دي لاعبه في النادي الاهلي للتنس الارضي، فازت بهذه البطوله، البطوله بتاعت في نادي سبورتنج، بعد تغلبها على لاعبه الصيد هاله احمد في المباراه النهائيه لمرحله عمومي السيدات، وقدمت لاعبه الاهلي اداء قوي خلال مشوارها في البطوله التي تستمر فعاليتها حتى يوم 29 يوليو الجاري، وجاءت تتوجه باللقب عن جداره رغم صعوبه المنافسه بين جميع المشاركات بالبطوله. طبعا دي كانت اخبارنا النهارده من النشره الرياضيه بقناه النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ويمكن ابتدينا اخبارنا بيه واللي بيستعد لمرحله مهمه جدا وهي ضمن مرحله بدايه الموسم. قدرنا ان احنا نفوز على فريق تاون شيب بنتيجه 3-0 في بدايه كانت موفقه جدا للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، ايضا كابتن محمد يوسف، كل الجهاز، كابتن سامي قمصان، كابتن مصطفى كمال، جهاز متكامل كله جديد، كانت بدايه بالنسبه لهم موفقه، وايضا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي اللي كان عندهم اصرار كبير جدا في تحقيق 3 نقاط وتعديل موقف الفريق في دوري المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. بعد ما كنا اخر المجموعه بقينا ثاني دلوقتي برصيد 4 نقاط من خلال فوزنا على فريق تاون شيب، وكمان الترجي قدر انه يفوز على فريق كامبالا سيتي في مباراه كانت مثيره بنتيجه 3-2 في رادس، فبالتالي الامور اصبحت جيده شويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لكن الاهم الفوز في المباراة القادمة. النادي الأهلي يقدر يفوز في المباراة الجاية يضيف لرصيده 3 نقاط يوصل للنقطة رقم 7، إن شاء الله الأمور تبقى كويسة. عندنا كمان مباراة الترجي في تونس، المباراة دي تقريبا هتكون يوم 17 أغسطس ملعب رادس، الملعب المفضل بالنسبة لنا. لو النادي الأهلي قدر إنه يفوز في هذه المباراة كمان أو أقل تقدير يتعادل يبقى خلاص تأهل بعد الفوز في مباراة تاونشيب. هيبقى عندنا آخر مباراة كمان أمام فريق كامبالا سيتي في مصر هنا، بالتالي الأمور سهلة نسبيا، مش سهلة يعني قريبه، الامور قريبه بالنسبه للنادي الاهلي، يقدر ان شاء الله ان هو يجتاز عقبه دوري المجموعات علشان بقى نقدر نركز في المرحله المقبله سواء بدايه الموسم في بطوله الدوري العام او ايضا ما تبقى من بطوله دوري ابطال افريقيا بدايه من دور الثمانيه. النادي الاهلي يركز ان شاء الله في هذه المرحله يقدر ان هو يوصل لنهائي هذه البطوله ومن ثم تحقيق اللقب التاسع في تاريخ بطولات النادي الاهلي من حيث دوري ابطال افريقيا، فبالتالي شيء مهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي المنتظر المزيد والمزيد من قبل الجهاز الفني واللاعبين خلال الفتره المقبله.
يعني انا حبيت اختم بالنادي الاهلي عشان نديهم الدافع ونحفزهم بشكل كبير قبل المرحله الجايه. زي ما احنا عارفين خلاص هيسافروا فجر الثلاث، هتكون مباراه فريق تاونشيب ان شاء الله هتكون يوم 28 من الشهر ده، فبالتالي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يفوز في هذه المباراه. المباراه هتكون يوم السبت، ثلاث نقاط تكون مهمه ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في هذه المرحله الهامه جدا مع بدايه موسم جديد مليء بالتحديات والبطولات بالنادي الاهلي، طبعا مليء بالتحديات والبطولات الهامه بالنسبه للنادي الاهلي. واكيد قناه النادي الاهلي اكيد هتغطي لكم كل الكواليس الخاصه ببعثه الفريق في بوتسوانا، ونتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي كل التوفيق في هذه المرحله الهامه. ده كان اخر خبر معانا، او دي كانت اخبارنا النهارده من نشره النادي الاهلي الرياضيه. استنونا ان شاء الله نشره رياضيه اخباريه جديده من قناتكم المفضله دائما قناه النادي الاهلي. الى اللقاء.